الفضائية، هذا محدثكم خليل محمد أحمد يحييكم ويتمنى لحضراتكم متابعة طيبة وشيقة مع أحداث ومجريات مباراة الهلال هلال السودان ومضيفي أقوى يونايتد الناجيري بمدينة أويو الناجيرية بولاية أقوى، وهي المباراة المهمة هذا الموسم بالنسبة للهلال. المدافع الجسور حسين الجيل محمد أحمد بشير نايف فريق الهلال كيشا يتبادل الأعلام التذكارية مع قائد فريق أقوى يونايتد أريو إيمانويل. أقوى حسين الجريح وصل لشيبور ومحاولة الانطلاق ناحية جوفاني مانهاو. الوقت يسعى من خلال المباراة لخطف الهدف العاب في المباراة. جوفاني وحيدا في المقدمة الهجومية، قاعدة الهلالية كبيرة على أرضها. من المدافع هيروليو إيمانويل تستعد أمامي خروج لجمعة جنارو بابر من ناحية أوستو. تستعد للخلف حاول بناء الهجمة النيجيرية أفق من جانب ممر من ناحية أوستو. لاعب خلفية خطيرة حسين الجيف محاولة استحواذ بعد أن تقدم دشة في هدف للهلال. الفريق النيجيري تأكيد الحان ويونايتد نتيجة المباراة النيجيرية الإياب دور 16 دور 32 المكرر لبطولة كأس الاتحاد الافريقي. تتلعب الكرة داخل منطقة جزاء الهلال، خلفية خطيرة ناحية أوسو جو. ما بين الجهاز الفني واللاعبين للكرة الفنية بملعب أويو في نيجيريا، وبالتأكيد أيضا الهفوات الدفاعية خاصة الهفوة التي نتج عن هدف التعادل كانت حاضرة على الدفاع الهجيري. تعود راسية من بشا تتحول الكرة ناحية إبراهيم أوكوجيو. تعود من عبد اللطيف سعيد ناحية جوفاني، تصل الكرة ناحية مايكل زين الجريف. يلعب الكرة أمامي الآن ناحية جوفاني مانهاو الباحث عن المساحة للتسديد أو الانطلاق. انطلاق كل المساحات أمام البرازيلي عبد اللطيف سعيد. يلعب الركلة الحرة أمامي ناحية جوفاني مانهاو. تخلص إيفياني. أقوى يونايتد يعود من بعيد ويخرج الثالث محمد بشير. These kids are running from their dreams, never feeling free. We must stop this now. This life is nothing but a story. Don't let it be boring. We must never bow down. Don't be quiet for the others. Strength it comes in numbers, so we must get up. It's found. And if we never hit the ground, keep our head up in the clouds. We will make it somehow. Don't stop if you don't stop. If we don't stop, we will never make it somehow. If you don't stop, if we don't stop, we'll hit the top. We'll make it somehow.